بحضرتكم حلقة جديدة من برنامج باختصار، ونرحب الأول بضيف الحلقة نيافة الحبر الجليل الأنبا بكير أسكو سميت. أهلا بيه نيافتك سيدنا معانا، وموضوع النهاردة عن طقس الإكليل. طقس الإكليل سيدنا جميل قوي عندنا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقد إيه في معاني جميلة وقد إيه بيشرح لكل الأزواج أساسيات الزواج المسيحي والبيت المسيحي الناجح. لكن للأسف ناس كتير فيه مش عارفين معانيه الجميلة، ويمكن بننشغل بالفرح واللبس والمعازيم والاحتفالات عن إن احنا نركز في معاني صلوات الإكليل اللي هي تبقى منهج لحياة أي بيت مسيحي فيما بعد. إيه الكنيسة اللي عايزة تقوله لنا سيدنا في طقس الإكليل، واللي عايزة تقوله للزوج واللي عايزة تقوله للزوجة؟ الطقس غني بمعاني بتأكدها الكنيسة من أول ما العريس والعروسة بيدخل يستلم العروسة، بياخدها كده يأنججها من مسؤول عنها سواء أبوها أو من ينوب عنه لو كان مش موجود. فعشان تقول مثلا معنى إن هي انفصلت عن أهلها وارتبطت بواحد جديد، أنت المسؤول عنها، أكد في نفس كلمات الصلاة أنت المسؤول عنها، فهي انفصلت عشان ترتبط بيها ويبقى هو مسؤول عنها. وبداية بيدخلوا بلحن الملك اللي هو كان أصلاً للفراعنة، وبعدين بقى يتقال البطرك أو الأسقف لحن بقوره، ويخرجوا بلحن الملكة للتأكيد على معنى أنه أنت وهي بقيتوا ملك وملك، فبقت ملك وملكة بمعنى أنكم لكم حق التقرير، هنعمل إيه في بيتنا، هنصلي، هنروح الكنيسة، هنربي ولادنا إزاي، إحنا ملوك في مملكتنا. بيخشوا بلحن الملك ويطلعوا بلحن الملكة، ويأكدوا نفس المعنى بعد شوية في وسط الطقس يلبسوا أكاليل، فنقول لهم أنتم. وبعدين على معنى تاني بتأكد عليه الكنيسة تروح ملبسها البورنوس. البورنوس ده يشبه بتاع الكاهن، بمعنى أنك أنت المسؤول روحيا عن هذا البيت، يعني أنت بتقول إحنا بقالنا كتير ما صليناش، بقالنا كتير ما رحناش الكنيسة، بقالنا كتير ما بنقراش في الإنجيل. أنت رب الأسرة هو المسؤول، مش يسيب لها هي المسؤولية، أنت رب العيال، أنت روح الكنيسة، أنا مشغول في الشغل. المفروض أنه هو مسؤول روحياً عن الأسرة. بنيجي نلبسهم دبل، فبنحط الدبل على أول الطرف الشمال، ونقول للكاهن في الإكليل، الكاهن يدخل الدبلة للآخر في الخطوبة، بيحط الدبلة بس على أول الصباع، وهو الطرف الثاني يعني يدخل الدبلة، لأن ده مشروع قد يكتمل أو قد ربنا ما يكملش. إنما في الإكليل بنقول الكنيسة بتسلمك الجواز ده. المفروض برضو الأباء كانوا واخدين بالهم إنه في الإكليل هو اللي دخل الكاهن للآخر، بمعنى إن ده من الكنيسة وان واي، مفيش فيه طلاق. وعشان نأكد إنه وان واي مفيش طلاق، بنيجي نقرأ في الإنجيل القراءات، هل يحق الرجل أن يطلق امرأته؟ فأجابه وقال في الآخر ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. نأكد على معنى، يعني الكنيسة بتاخد معنى وتأكد عليه بكذا طريقة. ما عندناش انفصال، ما عندناش طلاق، وعشان ما عندناش انفصال ما عندناش طلاق، بنأكد على معنى اليونيتي، الوحدانية. بنيجي مثلا في أهم جزء في الإكليل، كللهما، باركهما، قدسهما، وهما الاثنين بقوا حاجة واحدة. حاجة واحدة بمعنى إن مثلا لو صباعي ده جاله مرض أو صديد أو ألم، مش بروح عند دكتور اقول له اقطعه ده مألمني جدا، بروح اقول له عالجه وهستناه لغايه ما يخف. ليه؟ لانه ببساطه بقى جزء مني، فانا خلاص بقينا واحد. كللهما، باركهما، قدسهما، دي بيعملها الكاهن، يحصل وحدانيه ويتحدوا ويبقوا حاجه واحده. طب واحد يقول احنا يعني صلينا نفس الاكليل وكللهما، باركهما، قدسهما، ما اشتغلتش معانا، احنا نتخانق ومفيش وحدانيه، الجوازه هنا ما مشيتش. انا اقول لا، مش العيب طبعا في الروح القدس انه ما عملش توحيد. دي زي التشبيه المهم اللي لازم واخدين بالنا منه، لو عندي جرح والدكتور كتب مرهم، عشان احط المرهم لازم انظف للجرح وبعدين احط مرهم، فيحصل انه يجيب نتيجه. لكن لو انا حطيت المرهم كده والجرح مش ملوث، فمش هيجيب نتيجه. ما اقولش بعد كده ايه ده، المرهم ده مش شغال. لا، المفروض ان انا كنت استعد للاكليل، اي استعداد لاي سر. هو نفس الحاجه، نفس الكلام ينطبق على التناول. تناولت كتير وما حسيتش بفايده، مش العيب في التناول، العيب انك ما استعدتش للتناول. مثلا الاعتراف، بعترف كتير وما استفدتش، العيب انك ما استعدتش. فهنا في سر الاكليل لازم في استعداد، استعداد بالتوبه، استعداد ان احنا هنكون بيت مقدس من ايد ربنا. لما يكون في استعداد ونشعر بقدسيه صلاه الاكليل وان الروح القدس دلوقتي اشتغل، انا كده بدي له فرصه انه يشتغل. برضه من المعاني المهمه في طقس الاكليل بناكد عليها في القرايات،
يقول الرجل رأس المرأة، فتلاقي الرجل المبسوط قوي ان هو الرجل رأس المرأة وحاسس ان ده عمل يعني superiority، بس هي مش كده خالص. هو في كل الكلام بيأكده، حتى في أفسس دي لما جات الآية اللي قبلها على الله على طول بتقول خاضعين بعضكم لبعض، وبعدين أما المرأة فتخضع لرجل، يعني الخضوع submission مشترك، مفروض هو يخضع ليها وهي تخضع ليه. فالخضوع المشترك ده يجي لما يكون مشبهه بتشبيه رائع، لما المسيح أحب الكنيسة وبذل نفسه لأجلها وعمل كل حاجة عشانها، وهي كانت يعني الكنيسة ساعتها كانت في العهد القديم كانت الكنيسة بعيدة عن ربنا، ولكن من كتر الحب اللي عمله عشانها والفداء قامت الكنيسة بدلته بحب وخضعت ليه بكل إرادته. فخد التشبيه ده وقال إن لما الزوج يبذل كل ما في وسعه لإرضاء زوجته وتحس إن هو بيموت نفسه عشانها كما أحب المسيح الكنيسة هكذا يحب الرجل امرأته، فتبقى طبيعي إن هي لازم هتحبه وهتخضع ليه، لكن ما يبقاش هو يعني لا يقدم أي حب ويقدم سيطرة وبيطالب بكده. صحيح صحيح، شكرا سيدنا جدا على المعاني الجميلة في طقس الإكليل، وربنا يا رب يبارك ويفرح كل البيوت المسيحية. شكرا لنفتك سيدنا. أعزائنا المشاهدين، شكرا لحضراتكم، نشوفكم في حلقة جديدة وبرنامج باختصار، وإلى اللقاء.